لو نحكي على أزمة السكن، أي أتذكر كنت كمواطن، نعم، سمعت في يوم الفقير نطى قطعة أرض، توزع قطع الأراضي إلى القاضي، إلى الأستاذ الجامعي، إلى الطبيب، لكن الطبقة التعبانة ما عاد. بالمناسبة عندها احتياج منتسب في وزارة التعليم، نعم. يعني أنا واحد من الناس، نعم، عمري 55 سنة لحد الآن شبر ما مستفاد من البلد، أبوي عمره 112 سنة شبر واحد ما عنده من البلد، كيف يكون انتمائنا لهذا البلد؟ زي. ويجيك للبيت قبل الكهرباء يريد من عندك بالشهر ما لا يقل عن 75 ألف دينار كل شهرين، تجيك ورقة الكهرباء وانت تدفع للمولدة 128 ألف بالشهر، يجيك أبو المي يريد من عندك 25 ألف بالشهر وانت ما عندك مي، يجيك أبو المجاري يريد من عندك 25 ألف بالشهر وانت المجاري عندك طافحة بالبيت، يجيك أبو الزبالة يريد من عندك 88 ألف دينار كل 6 شهر وانت تدفع كل شهر لسيارات الأوساخ الأهلية. هذه أكو مبدأ خلني أتعامل به بصراحة. السيد الكاظم جزاء الله خير، مبادرة، ليش نسميها مبادرة؟ واجب كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، واجب علي أن يباوع البسيط ثم ينظر للكبير. أنا أنقل القاضي في أرقى المناطق وأبخذ حق الفقير، ليش؟ ليش؟ بالمناسبة الفقير فقير دين، ما حد بينا فقير إن شاء الله، الغني غني، غني النفس وعزيز النفس. لا تتوقع الفقير يدق باب أو يتصل بحضرتك ويقول لك أنا ما عندي، كن على ثقة، صح. خلي ندير بالنا عن الناس المساكين التعبانة، دمرونا أزمة السكن إحنا خلقناها ونفتعناها، والدليل شوف المجمعات السكنية إلا من نطت، ومن هي الأسماء اللي نطت فيها المجمعات السكنية وديب المجمع سكني، صح. أحكي لك أبسط مثال، شوف البعد الرابع اللي دي يشتغل قرية الغدير في محافظة النجف، نعم. من المسؤول عنه؟ كم مشروع أبو الأكبر، بس حتى شوي أخذ وأنطيك بالكلام، كم مشروع أكو بالنجف؟ أكو أكثر من 5 مشاريع، أكثر من 6 مشاريع، نعم، 6 مشاريع حسب علمي، نعم. وأكو أكثر يعني، هاي مشاريع البيوت مو بس قرية الغدير، وين قرية الغدير؟ مشاريع البيوت أكثر، صح؟ نعم، مشاريع البيوت أقصد لك، مشاريع البيوت، لكن نعم. المن تنطي السادي، المن تتوزع، المن تتوزع السادي تطلع الناس وياخذون عليها مبلغ معين ويبيعوها. السادي السكن يحتاج لدراسه، السادي خلينا نباوع الله، صح. قبل ما نباوع انفسنا، السادي ما حد جاي يباوع عنا، ما حد جاي ينتبه. ليش اني يعني شوف هسه لو تقرا على السبتايتل حضرتك، صح، على السبتايتل هسه طالعه عندك، تشوف مصرف الرشيد ينطي قروض للأساتذة الجامعيين، وللقضاة، طبعا مع احترامي للأساتذة وللقضاة، مع احترامي، لكن احنا اكو شريحة انسحقت الكثير من الأستاذ، صح، كلامك منطقي أبو الأكبر، أنا أشكر اتصالك وتشخيصك للحالة.